بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة بقدم لكم Final Test 1 من كتاب جيم. نبتدي نقول بسم الله. السؤال الأولاني سؤال المحادثة، بنفكر بعض. خلي بالك المقدمة مهمة جدا. مستر عام who is planning a business trip، بيعمل مخطط لرحلة عمل to London، and Miss Doha his secretary. نشوف الحوار اللي بينه وبين سكرتيرته. بيقول لها مستر عام be seated Miss Doha، تفضل عودي. next week I'm going to London on business. Mr. Waleed will be in charge during my absence. فمس دوحة راح تسألها سؤال هنا، فهو بيرد عليها بيقول لها no thank you I have already booked a ticket on Miss Airlines، لا أنا حجزت التذكرة. فهي تبقى سؤالها يبقى إيه؟ ممكن do you want me to book a ticket for you sir، يعني تحب ان انا احجز لك او عاوزني احجز لك التذكرة؟ لا متشكرين انا حجزت على مصر الطيران. Will your wife go with you؟ هل زوجتك هتبقى معاك؟ She will spend her time with the family. يبقى هي مش جاية، يبقى no. كفاية اول اجابة no، او no she will not. بعد كده بتسأله سؤال بيقول لها only 10 days 10 أيام فقط، يبقى تسأله عن المدة، يبقى how long، وفي المستقبل يبقى how long will you stay there. السؤال اللي بعد كده أو جملة خبرية نشوف كده مع بعض. what shall I say، أقول إيه؟ عشان نطلع الفراغ نشوف كده الجملة اللي بعدها. don't tell any of them، ما تقوليش لحد منهم about my absence and keep it a secret، وخليها سر. فممكن هنا طبعا اي اجابة تنفع طالما تلائم المضمون، يعني فخطر ببالي كده if any one of the employees، لو اي حد من الموظفين asks about you what shall I say، يعني لو حد من الموظفين سأل عليك أقول إيه، أو أي إجابة تانية مناسبة يعني. فهو قال لها خليها سر وما تقوليش don't worry sir، ما تقلقش يا سيدي، يبقى I will keep it a secret، هخليها سر. السؤال التاني اللي هو write what you would say، سؤال بتاع المواقف. طبعا بنقرا الموقف كويس جدا وما نخافش منه، اهم حاجه بس نشوف الحوار، هل انا هقول سؤال ولا هقول جمله خبريه ولا ايه. فهنا بيقول لي someone asks you why you think، حد بيسالني ليه انت بتعتقد everyone is cheering up. cheer up يعني ايه؟ يعني مبتهج وفرحان in the streets، في الشوارع. طبعا هنا because واي اجابه تنفع، يعني الناس فرحانه ليه، بس اكيد طبعا تبقى حاجه مشتركه بين الناس يعني. فممكن مثلا بص الاجابه كده our national football team، فريقنا القومي أو الوطني has won Africa Cup of Nations، فاز بكأس الأمم الإفريقية. السؤال الثاني someone asks your opinion، حد بيطلب رأيك أو بيسألك رأيك about what makes people succeed in life، من وجهة نظرك إيه اللي بيخلي الناس ناجحة في الحياة. لو نلاحظ هنلاقي إن الامتحان بيحل بعضه، يعني أنا جايب الإجابة دي من الآخر موجودة تقريبا في الترجمة. فأنا بقول هنا إيه ambition and patience، اللي هو الطموح والصبر، make people succeed in life. انا بس كاتب ديت كده وبعد كده نكمل نقول make people، ما نقولش makes بقى عشان هنا بقينا ايه جمع. You are asked، انت تسأل يبقى انت هتجاوب about the role played by newspapers in our life، الدور اللي لعبته الصحافة في حياتنا. ممكن نقول newspapers made us، جعلتنا aware، مكتوبة هنا ايه aware of current events from all over the world، في كل انحاء العالم، الاحداث الجارية من كل انحاء العالم.
A taxi driver is using his mobile phone while driving. في سواق تاكسي وانت راكب معاه وهو بيستخدم الموبايل أثناء القيادة. انت بتحذره. ممكن أقول له if you don't stop using the mobile you will pay a fine. لو ما بطلتش ان انت تستخدم او لو لم تتوقف عن استخدام الموبايل هتدفع غرامة. نيجي في الاختيارات. You don't have to pay to enter. مش مهم او مش ضرورة ان انت تدفع. يبقى كده it's free of charge. مجانية. The car couldn't move. العربية ما قدرتش انها تمشي into an area of مش عارف near the river. يبقى marsh اللي هي ايه وحلة او بركة جنب النهر. We couldn't make much progress in our project. يعني ما عملناش تقدم كبير بسبب ان احنا فلوسنا خلصت مننا. All surgeons are aware that there is no room for mistakes. لا مكان او لا مساحة للأخطاء في عمل. Women seem to be more ambitious. اكثر طموحا من الرجال. نستأنف مع بعض. بيقول لي I couldn't take in. يعني أنا ما قدرتش أستوعب أو أفهم any of the lecture because it was in Italian. باللغة الإيطالية. Take in هنا بمعنى يفهم. Understand. There is a wonderful view of all the city from the top of the Caro Tower. A preservative. اللي هي مادة حافظة is a chemical substance used for preventing food from decaying اللي هي بتحفظ الطعام من ال decaying اللي هو الإفساد إنه يبوظ يعني أو يتحلل. When we were in Alex, Amir always visited us. يعني كان دايما بيزورنا and asked if we needed anything. After the car we traveled. نازين هنا ماضي تام هيبقى مبني المجهول يبقى have been repaired. He listens to his father's advice. He is an obedient. Obedient يعني مطيع. ولد مطيع. يبقى always دايما بيسمع نصيحة ولده. The man I met. يبقى أنا عايز هنا مفعول يبقى هم I met اللي أنا قابلته. Mona found her cousin while traveling. عشان ما فيش فاعل يبقى نختار ing. The warmer the weather. كل ما كان الجو اكثر دفئا يبقى the better I feel. كل ما حسيت احسن. My father treats us in a friendly way. يعني بيعاملنا بطريقة ودية. When my friend reached school. لما صديقنا وصل المدرسة he realized that he أدرك وأدرك في الماضي يبقى أدرك حاجة حصلت قبل الماضي يبقى ماضي تام. He had forgotten. أبصرف دي هنا اختصار لي had. So far there has been no effective for cancer. يبقى احنا هنا عايزين النون تبقى treatment هنزود عليها M-E-N-T اللي هو علاج. Feeding and bringing up children is a accessibility. لا تبقى responsibility اللي هي مسؤولية. Responsibility مسؤولية أبائهم. I must lose my head. يبقى keep my head. حافظ على هدوئي because being angry isn't going to help. Ala was seeing Ola yesterday while she was taking. لا الفعل سي ما بيجيش في الاستمرار يبقى ألا so S-A-W مضي بسيط. Having يبقى يجيب وراها التصريف الثالث. Having seen him يعني برؤيته. I greeted him أنا حييته. يعني when I saw أو after I had seen أو as soon as I had seen him. عمر is taller.
لا ما ينفعش اتنين صفة درجة تالتة ورا بعض، درجة تانية آسف ورا بعض، يبقى نقول إيه؟ عمر is much taller. هنا عندي رأي يعني، والله إحنا لو وصفنا، لو شلنا مور وبقت عمر is taller than any student in class، يعني مفيش مشكلة، بس الأصح يعني ممكن إن إحنا نجيب much وراها الصفة من الدرجة التالية، يبقى عمر is much taller. نيجي للسؤال بتاع الريدينج. read the following passage. طبعا احنا بنقرأ الأسئلة اللي هي بعد القطع كويس جدا، وبعد كده بنخش نقرأ القطعة مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده بنبتدي نجاوب عشان وقتنا. بنبتدي نجاوب على طول. بيقول لي what will happen، ايه اللي هيحصل if the population increase continuous، لو الزيادة السكانية تستمر ايه اللي يحصل. هي طبعا من القطع، بس انتوا ما بتعملوش زي كده، احنا بس بنعلم عشان نوري لكم، انما انت بتجاوب على طول في الكراسة. هنقول the whole world will face famine، اللي هي مجاعة، and a lot of people will die of lack of food، وناس كتير هتموت من نقص الغذاء. السؤال اللي بعده، why cannot sea water be used in irrigation، ليه مياه البحر لا تستخدم في الري؟ طبعا because it contains salt، تحتوي على الملح. هنا بيقول لي how can we cultivate the sea، the sea، ازاي احنا نقدر نزرع البحر. طبعا we could have giant floating farms، اللي هي المزارع العائمة، around shores. Do you think we will use seawater؟ هتعتقد أو أنت تعتقد إن إحنا هنستخدم المياه البحر in irrigation in the future؟ طبعًا بدم بيقول لي اعتقادك أنت، يبقى أنت إجابتك ووجهة نظرك أنت، وجهة نظرك الشخصية. أنا هنا بقول ممكن أقول yes. طب هو طالب مني ليه؟ ممكن حتى من خلال القطعة ومن خلال فهم القطعة، يبقى to make crops، عشان اخلي المحاصيل sufficient على طول، يبقى to make crops sufficient يعني كافية to the growing population، للسكان المتزايد. هنا the underlined word اللي هي كلمة giant معناها ايه؟ huge. giant يعني عملاق، huge يعني ضخم. Using seawater for irrigation nowadays، هذه الأيام حسب القطعة ما بتقول، يعني الوقت has become possible. بعد كده السؤال اللي هو answer only 3، نجاوب 3 من 5 اللي هي الست بوكس. In your opinion، سؤال critical، بيقول لي في رأيك what helped to make مجد يعقوب a great surgeon؟ أنا شايف إن هو لما كان في أمريكا he worked with many of the world's best heart surgeons، يعني كان اشتغل مع أفضل الجراحين في العالم. هنا السؤال نمرة 2 بيقول لي do you think that the iron woman was right that she turned the factory workers، المرأة الحديدية في رأيك هل هي كانت صح لما حولت اللي هم عمال المصنع إلى سمك؟ لماذا ولماذا لا؟ حسب إجابتك. أنا بقول yes to punish them for polluting the river، عشان تعاقبهم على تلويث أو تلوث النهر. How do you think you can help people who are color client، ازاي تقدر تساعد الناس اللي عندهم عمى الوان، ما بيميزوش الالوان. اكتر من اجابة تنفع، انا ممكن اقول I can help them prepare their food، اساعدهم في تجهيز الطعام لهم، لان هم بيعرفوش يميزوا الاكل استوى او ما استواش. في بعد كده do you like hobbies like climbing mountains، هل انت بتحب الهوايات زي تسلق الجبال؟ لو قلت ليه، ولو قلت لا ليه، مثلا هنا بقول no because it's very dangerous، لانها خطر. How can people of different ages، زي الناس اللي في اعمار مختلفة، benefit from cooperating with each other، الناس اللي في اعمار سنية مختلفة ازاي يقدروا يستفادوا من التعاون مع بعض؟ هنا بنقول ممكن نقول older people، الناس الكبيرة، can pass their experience
هي هنا اكسبيرينس، هنحذف اللي هي الدي اللي هي الخبره. الناس ممكن تنقل خبراتها and knowledge والمعرفه بتاعتهم to younger people. younger people بقى اللي هم الشباب can use their strengths، ممكن يستخدموا قوتهم and energy والطاقه بتاعتهم to help older people. Gulliver's Travels، القصه. Answer the questions. How did Gulliver make sure that the second important man was the king؟ ازاي جاليفر اتاكد ان الراجل الثاني اللي قابله لما وصل الجزيره بتاعت ليلي بوت كان هو الملك؟ عرف ان من the other men، الناس الثانيه اللي كانوا واقفين لما الراجل ده وصل، bowed to him، انحنوا له، and from his clothes، ومن from his clothes، اسف، من ملابسه، he understood، هو he اللي هو جاليفر فهم ان he was their king. How did Gulliver why do you think that Flem Knapp اللي هو كان المسؤول الخزانة في ليليبوت، ازاي تعتقد ان Flem Knapp suggested اقترح removing Gulliver from the island، ان هو يمشي Gulliver من الجزيرة. He اللي هو Flem Knapp told the king that Gulliver was costing too much money، هو كان بيكلفهم كتير وعشان كده لازم يسيب البلد. What did Gulliver plan to do with the managed with the damaged ship؟ ازاي او ايه اللي Gulliver خططه لما شاف السفينة في البحر؟ ازاي السفينة كانت ايه محطمة؟ He planned to repair it to sail home، عشان يبحر بيها، يصلحها وعشان يبحر ويروح بيها لوطنه. How did Gulliver get the money to buy a larger house؟ ازاي Gulliver جاب الفلوس عشان يشتري بيت اكبر؟ By selling his tiny animals، الحيوانات اللي هي الصغيرة اللي كان جايبها معاه من ليليبوت. Do you think Gulliver is kind or evil؟ هل هو شخصية طيبة ولا شريرة؟ اشرح بإعطاء أمثلة. فهنا أنا بقول Gulliver was a kind man، في أمثلة كتير منها as he didn't hurt لم يؤذي the people، الناس اللي هم الستة اللي هم الأقزام اللي كانوا من أهل ليليبوت، who shot at him اللي هم أطلقوا السهام عليه. السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال الكوتيشن. If you hadn't shown me، لو ما كنتش وريتني these things I would have thought it was impossible. Who was the speaker to whom؟ كان جون بيدل اللي هو القائد بتاع المركب to Gulliver. What were those things؟ ايه كانت الاشياء ديت؟ اللي هي tiny cows، الابقار اللي هي الصغيرة، and sheep. What did the speaker think of other person؟ اللي هو جون بيدل ده كان اعتقد ايه في Gulliver؟ He thought that Gulliver was completely mad. سؤال الترجمة. The continuous rise in prices، الارتفاع المستمر للأسعار أو ارتفاع الأسعار المستمر، has a great impact، له تأثير كبير أو تأثير عظيم، on many Egyptians، على كثير من المصريين. Ambition and patience، ده السؤال اللي كنت بقول لكم اللي أنا استخدمته، أو دول الكلمتين اللي أنا استخدمتهم في سؤال اللي هو المواقف. الطموح والصبر are the most important qualities، يعتبر الطموح والصبر من أهم الخصال أو الخصائص أو الصفات that we should have، التي ينبغي أن نتحلى بها to be able to succeed، لنكون قادرين على النجاح. من إنجليزي العربي، السياحة شيء ضروري، يبقى tourism is necessary to، لتنفيذ مشاريع وطنية، to achieve national projects،
من أجل رفاهية وازدهار شعبنا. For the welfare and prosperity of our people. يمكننا اكتساب المزيد من الخبرة من المواقف التي نتعرض لها. يمكننا، يبقى أنا هبدأ بالفاعل we can gain more experience، مزيد من الخبرة from the situations، من المواقف we are experiencing. أشكركم على حسن استماعكم، وإن شاء الله نشوف لو عندكم أي سؤال أو استفسار نشوفها في التعليقات. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحياتي مستر جلال حسنين.